دلوقتي بنتكلم بقى من جنوب افريقيا وسان داونز، هنطير مباشره على الدوحه ونهضه بركان، وماتش برضه اعتقد مهم جدا. طب خليني اروح معاك لان احنا قدامنا تقريبا 5 دقائق يا كريم، وعايزه وجهه نظرك كده فيما هو قادم وهذه المباراه وكيف تراها، وكنت عايزه اخدك ليه تقييمك للعيبه في الماتش اللي فات، لكن مفيش وقت لده، خلينا نشوف توقعاتك للي جاي. طبعا بنتكلم ان فكرة السفر من جنوب أفريقيا للدوحة مباشرة فكرة رائعة عشان تحافظي على التركيز بتاع اللعيبة في المهمة دي. فكرة ان انا اطلع من جنوب أفريقيا لمصر ومن مصر للدوحة ممكن يحصل نوع من الفصلان مش تشتيت، بس ده مش إرهاق يعني. نعم انت شايف ان ده افضل ومش إرهاق؟ لا 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 مش إرهاق، لا 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 مش لا 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 طبعا لا لا ما بعتبروش إرهاق، لا طبعا طول ما اللعيب اكتف، ثم اللعيب رجله في الملعب فده افضل يعني بكتير. ليه؟ لان هو بيخليكي دايما مركزه في المهم انت رايحه. لو انت رجعتي بعد ماتش سان داونز، رجعنا مصر وعشنا حياتنا يوم او يومين، هنفصل ونرجع نشحن ممكن من اول وجديد، فالقرار ده قرار ممتاز. طيب احنا هنا بنتكلم على فكره مختلفه، ماتش سوبر الافريقي، بطوله من مباراه واحده، ربما نهض بركان في الوقت الحالي ليس هو نهض البركان اللي شفناه قدام بيراميدز السنه اللي فاتت لما خاب منهم الكونفدراليه، ومش هو نهض البركان اللي لعب نادي الزمالك في الفاينل بتاع الكونفدراليه السنه قبل اللي فاتت. اكيد في تغيرات فنيه حصلت، اللعيبه حصل لها تشتيت، ولكن خطوره الفرقه دي انها ما زالت محافظه على 70% من القوام بتاعها، القوام هو، وبالتالي المجموعه دي بتلعب مع بعض دلوقتي فوق ال4 سنين، فاكيد هنشوف فريق متماسك. حتى ايفن لو هم مركزهم في الدوري التاسع زي اخر اسبوع لما كانوا موجودين، اشوف برضو ان فكره ان هم رايحين قطر يلعبوا النادي الاهلي في مباراه بتحظى باهتمام مصر كلها وافريقيا والمغرب، هيديهم دوافع مختلفه عن الدوافع اللي عندهم في الدوري. ان شاء الله باذن الله اللعيبه بتوعنا يبقوا فاهمين اهميه المباراه، وان احنا هنا الاسلوب مختلف عن سان داونز. سان داونز بنلعب مباراه من جزئين، هنا خلاص سيندي اوان شوت، لا تاخد فرصتك لا تضيعها عليك. فباذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يرجع، يقدر ان هو يرجع بالكاس اللي غايب عننا بقاله 7 سنين.